ذلك الموت. أسعدنا بلقياكم أحبابي المشاهدين الكرام، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. إن الله تبارك وتعالى يأمر في كتابه الكريم بقوله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله، صدق الله العظيم. ومن خير أيام الله أحبابي المشاهدين الكرام ميلاده عليه الصلاة والسلام، لأن يوم مولده عليه الصلاة والسلام هو اليوم الذي تفرعت عنه كل أمجاد الرسالة في الأرض. وإذا كان المسلمون يحتفون بميلاد سيد الأكوان عليه الصلاة والسلام، فلنضمن عند الله ثوابهم على هذه الحفاوة أن يكون كما يحب الله وكما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد احتفل رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بميلاده حين سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، صدق رسولنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الرسول الكريم احتفل بميلاده، لكن بماذا احتفل؟ إنه احتفال بأمر مشروع من الله تبارك وتعالى وهو الصيام. فالاحتفاء بهذا اليوم الجليل الذي أشرق بطلعة سيد الخلائق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن يكون من جنس ما فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده، صلاة له وصياما وتقربا له سبحانه وتعالى بالذكر والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك اتباع سنته عليه أفضل الصلاة والتسليم، وكذا الاستغفار لله عز وجل من كل ذنب يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك أحبابي المشاهدين الكرام تتبين أسباب هذه المحبة لرسولنا الكريم. يقول حق سبحانه وتعالى في هذا الشأن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، صدق الله العظيم. نعم أحبابي المشاهدين الكرام، لنتحدث في هذا الموضوع وكذلك عن احتفاء المسلمين بمولد سيد الأكوان سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومدى مشروعية هذا الاحتفال، نستضيف لكم فضيلة الدكتور الكريم الأستاذ الجليل محمد براه، وهو خطيب جمعة بمسجد الصفا بمدينة الدار البيضاء، وهو واعد بالمجلس العلمي الحي الحسني، باحث في العلوم الشرعية، ألف عدة كتب منها كتاب تحت عنوان ترويح الفؤاد بجواز الاحتفال بخير العباد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهلا بكم أستاذي الكريم. مرحبا. صدرت هذه الحلقة بمدى يعني إمكانية الاحتفال، احتفال المسلمين بمولد سيد الأكوان، على أساس أن هذا الاحتفال يكون من جنس ما شرع الله تبارك وتعالى من ذكر شمائله عليه الصلاة والسلام، وكذلك باتباع سنته والتذكير باتباع سنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بمدى الاستزادة من محبته عليه الصلاة والسلام. فالسؤال الأول قبل أن نبدأ بالحديث عن مدى مشروعية الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وعلى الأمة المحمدية. الحمد لله الذي خص سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بأبدع الشمائل وأكرمه بأحسن الخلق والفضائل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله منبع الحقائق وأشرف الخلائق. اللهم صل عليه وعلى آله الطاهرين والرضا عن صحابته الطيبين ونحن معهم ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله لا تحصى ولا تستقصى، والمادحون لجنابه الأعلى قاصرون عما هنالك، قاصرون عن إدراك ذلك كيف وقد وصفه الله عز وجل بما يبهر العقول ولا يستطاع إليه الوصول. كما قال بعضهم: أرى كل مدح في حق النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثر، إذا الله أثنى عليه بالذي هو أهله فما مقدار ما تمدح الورى. إذن كل مدح في حقه صلى الله عليه وسلم فهو تقصير. قال أصحاب الشمائل: نبينا عليه الصلاة والسلام وإن كان بشري الظاهر فهو ملكوتي الباطن عليه الصلاة والسلام، ومن ثم فهو يدخل في جنس البشر ويخرج من جانب آخر، فهو بشر لا كالبشر، كما قال بعضهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر بل يقوتة والناس كالحجر،
ولهذا قرروا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من جميع الناس وأفضل من الأنبياء جميعا، أفضل من كل واحد على حدته وأفضل من جميعهم ومن مجموعهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني نعم. البعض يعني تأكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن قرروا أن النبي عليه الصلاة والسلام فضل على الأنبياء. نعم اتفقوا، لا فرق بينهم في الرسالة وفي نعم. تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى والدعوة إلى التوحيد. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أفضل خلق على الإطلاق، ولهذا قال إمام المديحين شرف الدين البوصيري رحمه الله: وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. ليس معنى هذا أننا نرفع من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقام الألوهية، هذا لا يخطر ببال مسلمين محبين. دعم الدعوة والنصارى. نعم. ولهذا قيد هذا الإطلاق في مكان آخر فقال: مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مبلغ العلم من حيث الذات أنه بشر، ولكن من حيث الصفات خير خلق الله كلهم. اللهم صل عليه وعلى آله. ولهذا منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنذ أن طلع للوجود والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يحتفلون بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبميلاده شكرا لله تبارك وتعالى على هذه النعمة. وقرر علماؤنا أن أول من احتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول نفسه، كما ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام الاثنين فقال: ذلك اليوم الذي ولدت فيه وفيه أنزل علي. طيب، قالوا هذا الاحتفال الذي احتفل به النبي عليه الصلاة والسلام دفع الناس إلى الإكثار من التعلق به، فكان أول من احتفل به هو الملك المظفر الكوكبري رحمه الله صاحب إربل. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في المجلد الثاني: وكان يحتفل به احتفالا عظيما، وصنف له الحافظ بن لحية مصنفا عظيما التنوير في مولد البشير النذير، وأكرمه بكرم عظيم. والاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدعو المؤمن إلى التعلق بسنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الأدلة على الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب ومن السنة هي كثيرة وكثيرة جدا، ويكفي أن نعلم أن الأصل في الأشياء هو الإباحة. إذا لم يوجد مستند من الشرع فالأصل في الشيء هو الإباحة كما هو مقرر عند الأصوليين، وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حيث قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن ليسا شيئا. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا. والحديث أخرجه البزار بإسناد صحيح ورواه الحاكم أيضا. وروى الدارقطني أيضا وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. ومن ثم أقول بأن الاحتفال بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتقي من الإباحة إلى الجواز اعتمادا على أدلة أخرى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستاذي الكريم، إذا ما نحن مثلا يعني ذكرنا الآية الكريمة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، معنى أن فرحنا برسول الله صلى الله عليه وسلم هو احتفال. هذه الفرحة التي تؤكد تعلقنا بنبينا الكريم، والتعلق يفيد المحبة، والمحبة هي شرط الإيمان، محبة الله ومحبة رسول صلى الله عليه وسلم. كيف نبين بأن هذه الآية دالة على هذه الفرحة العارمة التي تعم المسلمين بسبب مولده عليه الصلاة والسلام؟ نعم، من الأدلة التي ذكرها علماؤنا رضي الله عنهم في الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالمؤمن يفرح بولادة رسول الله بأمر من القرآن. نعم. قال سيدنا عبد الله بن عباس: فضل الله هو العلم، ورحمته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا الأثر ذكره الحافظ السيوطي رحمه الله في الدر المنثور. المؤمن يفرح برسول الله امتثالا لهذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته، لأن الله تعالى قال في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
وانتصاب الرحمة هنا على أنه حال من ضمير المخاطب يجعله موصوفا بالرحمة. نعم. فإذا انضمت عليه الرحمة صار من باب قصر الموصوف على الصفة كما يقول البلاغيون. كذلك قالوا من الأدلة على الاحتفال بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرح به. فالفرح برسول الله يدفع المؤمن إلى محبته، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفعك إلى العمل بسنته. وقد روى البخاري في صحيحه في كتاب النكاح مرسلة، والحافظ عبد الرزاق في المصنف، وهي قصة مشهورة ومعروفة عند علمائنا، تلقوها بالقبول منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله والحافظ ابن حجر. ملخصها أن أبا لهب فرح بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق جاريته ثويبة، فأكرمه الله عز وجل بأن يخفف عنه العذاب في كل يوم اثنين امتثالا أو فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا يقول الحافظ الدمشقي: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وثبت يداه في الجحيم مخلدة، أتى أنه في يوم الاثنين يخفف عنه للسرور بأحمد، فما بالكم بالذي طول عمره مسرورا ومات موحدا. إذا كان هذا كافرا تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. يعني الله عز وجل أخبر بأنه من أهل النار ويخفف عنه العذاب لسروره بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالمؤمن الصادق الذي يفرح طول عمره برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأدلة التي ذكروها في الاحتفال بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اليوم الذي عظمه النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك اليوم ولدت فيه وفيه أنزل علي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يحتفل باليوم الذي ولد فيه. ومن ثم ينبغي أن نعلم أن المناسبات الإسلامية هي تنقسم إلى أنواع ثلاثة. هناك مناسبات إلهية مجالها التوقف على الوحي، لا دخل فيها لا للاجتهاد ولا القياس، كفتح باب المغفرة مثلا في الثلث الأخير من الليل يوميا، وما ورد أيضا في